بالنسبة لمرض السكري فإن أمر الصيام يشكل معضلة للبعض، بينما يعتبروه بعض المرضى فرصة لضبط النفس والتخلص من عادات غذائية سيئة. وبسبب الوضع الصحي الخاص بهم هناك شروط وقواعد للصائم المصاب بمرض السكري، وإليكم أبرز المسموح والممنوع فيما يتعلق بالصيام لمرض السكري فيما يأتي. مع طبيبك اليوم، معا لصحة أفضل. أولا، المسموح في الصيام لمرض السكري. إذا كان مريض السكري ينوي الصيام خلال هذا الشهر، يتحتم عليه مراجعة الطبيب المختص لأخذ الموافقة وفقا لحالته الصحية وقدرته على ضبط مستوى السكر في الدم. إذا تمت الموافقة من الطبيب على الصيام، فمن المهم أن يبدأ المريض بإجراء بعض التغييرات التغذوية لتصبح قريبة من تلك الموجودة في رمضان، كي لا يصاب جسمه بصدمة، لأن الخطر الناجم عن الصيام لدى مرض السكري يقل لأولئك الذين يسيطرون على مستويات السكر لديهم، ومن لا يتناول أكثر من جرعتين من الأنسولين أو الدواء يوميا. ثانيا، الممنوع في صيام مرض السكري. بعد أن قمنا بالذكر المسموح في الصيام لمرض السكري، لابد الآن من التطرق إلى الممنوع لمرض السكري في رمضان، إذ يمنع منعا باتا من نواحي صحية صيام رمضان لمريض السكري في الحالات الآتية: 1- مريض السكري من النوع الثاني بمراحله المتقدمة والناتج عن وجود خلل واعتلال بالكلى وخلل بالنظر وغيرها من المضاعفات. 2- مريض السكري مصاب بارتفاع مستمر في معدل السكر ويعاني عدم القدرة على ضبط بحيث تتجاوز قراءاته 300 ميلي جرام دي سي لتر. 3- مريض السكري من النوع الأول إذا كان عدد الجرعات المتناولة من الدواء أو الأنسولين 3 أو 4 جرعات أو يستخدم مضخة الأنسولين. 4- الحامل أو المرضعة المصابة بالسكري. 5- مريض السكري المصاب بمرض مزمن مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسرطان وقرحة المعدة وغيرها. 6- مريض أصيب بغيبوبة كيتونية قبيل شهر رمضان بثلاثة أشهر تقريبا. 7- حدوث نوبة انخفاض كبيرة في السكر بالدم قبل شهر رمضان بفترة. 8- مريض عانى من انخفاض متكرر في مستوى السكر بالدم في الأشهر الثلاثة قبيل رمضان. 9- أطفال مصابين بمرض السكري. 10- عمال مصابين بمرض السكري الذي يتطلب عمله مجهودا عضليا كبيرا. وهناك بعض النصائح في الصيام لمرض السكري عند الإفطار، ومنها: تناول وجبة الإفطار فور إقامة الأذان. 2- قسم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية. ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم. تجنب الأطعمة المالحة والمخللات. تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي. اشرب كمية كافية من المياه. ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية. استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة. تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا عن البسيطة كالخبز الأسمر بدل الأبيض. ولكن يجب التوقف عن الصيام لمرض السكري في الحالات الآتية: ارتفاع مستوى السكر عن 300 ميلي جرام ديسي لتر في الدم، انخفاض مستوى السكر عن 60 ميلي جرام ديسي لتر في الدم، انخفاض مستوى السكر في الدم خلال الساعات الأولى من النهار إلى 70 ميلي جرام ديسي لتر في الدم أو أقل، الإصابة بأعراض انخفاض السكر المفاجئ من تعرق وتعب وإغماء وسبات، حدوث أي مرض أو عرض طارئ خلال الصيام. وفي النهاية بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. كلنا دلوقتي في زحمة الدنيا بقينا مشغولين جدا، وبقى صعب على كل واحد فينا إنه يروح يسأل الدكاترة، ده غير إن كتير مننا بيتحرك طبعا أصلا إنه يسأل. عشان كده إحنا في طبيبك اليوم جبنا لك الدكتور لحد عندك، ومش بس كده، ده كمان في جميع التخصصات، سواء أسنان، عظام، عيون، تجميل، نساء وتوليد، وكمان ذكورة. كل اللي عليك إنك تعمل اشتراك في قناة طبيبك اليوم وتفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، وما تنساش تعمل لايك وشير مع أصحابك. مع طبيبك اليوم، معا لصحة أفضل.